السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. بعد ورود مجموعة من الطلبات إلى القناة، قررنا أنه نقوم بشرح الشابتر 19 من كتاب الـ Operating System Concepts، والذي يتحدث عن الشبكات والأنظمة الموزعة فيما يخص نظم التشغيل. طبعا كمفهوم للشبكات والأنظمة الموزعة سبق أن شرحناه بشكل مفصل في كورس الشبكات الأكاديمي الموجود على القناة، كنظري وعملي أيضا، يعني Practical وThereoretical. في هذا الكتاب إن شاء الله، أو في هذا الكورس، سنشرح هذا يعني مفهوم الشبكات والنظم الموزعة من وجهة نظر نظم التشغيل. طبعا الكتاب الذي نعتمد عليه هو الـ Operating System Concepts، الإصدار العاشر من سنة 2018. الترتيب الشابتر في هذا الكتاب هو 19، ممكن يكون يختلف في النسخ الأخرى حسب نوع يعني النسخة، هناك تقديم وتأخير في بعض الفصول. الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو أنه نتعرف على فوائد الأنظمة الموزعة، على هيكل الشبكات، على هيكل الاتصالات، على الشبكات والأنظمة الموزعة فيما يخص نظم التشغيل، بعض القضايا التصميمية الخاصة بالأنظمة الموزعة، وأخيراً أنظمة الملفات الموزعة. الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو مثل ما ذكرنا، يعني نفس الكلام، شرح الفوائد الرئيسية للشبكات والأنظمة الموزعة، توفير يعني نظرة عامة أو يعني عالية المستوى عن الشبكات والأنظمة الموزعة المتصلة مع بعضها البعض الآخر، وشرح علاقة نظم التشغيل بهذا الشيء، تعريف الأدوار والأنواع للأنظمة الموزعة المستخدمة في عالم اليوم، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بتصميم الأنظمة الموزعة وأنظمة الملفات الموزعة. مبدئيا، ما هو النظام الموزع؟ النظام الموزع هو مجموعة من الأنظمة أو العقد أو النودات، يعني أو الأجهزة بصورة عامة، التي تسمى loosely coupled. loosely coupled يعني متصلة ولكنه عن بعد، يعني مو مثل المالتيبل بروسيسورز يعني أو المالتي كور. سابقا مثلا شرحنا في بعض الفصول أنه هناك عندنا أيضا أنظمة هي عبارة عن مالتي بروسيسور، يعني يكون عندنا عدة بروسيسورات أو عدة معالجات مرتبطة مع بعضها البعض الآخر عن طريق باسز أو كونكتورز أو لينكات مباشرة على المذر بورد. فهذه يسموها tightly coupled، يعني مرتبطة بشدة، على عكس اللوزلي كابلت. اللوزلي كابلت معناته هي انظمه موزعه، صحيح هي متصله مع بعضها البعض الاخر، ولكنه عباره يعني عن طريق كيبلات او عن طريق شبكات لاسلكيه متباعده بعضها البعض الاخر، عن طريق يعني شبكات الاتصالات بصوره عامه. هنا طبعا مصطلح نود، عندما نقول كلمه نود نقصد بها ممكن تكون هي البروسيسور المعالج او الكمبيوتر بصوره عامه، كحاسوب او كاي جهاز طبعا يمتلك قابليه المعالجه والادخال والاخراج. الهوست ايضا ممكن تكون ايضا هي يعني اللي هي اي جهاز متصل بالشبكه ايضا نسميه هوست، كل هذا اللي ممكن نسميه النود. زين، السايت شنو السايت؟ السايت هو الموقع الخاص بهذه الماكينه او هذا النود. سايت يعني الموقع. النود طبعا يشير الى نظام محدد، ممكن يكون مثل ما ذكرنا معالج، حاسوب، ماكينه، اي ماكينه معينه يعني لها قابليه الادخال والاخراج، يعني تابلت، سمارت فون، لابتوب الى اخره. والهوست ايضا هو يعني في التعبير عام لكل هذه الامور اذا كانت متصله بالشبكه. ابرز نظام من انظمه يعني الانظمه الموزعه او انظمه الشبكات هو ما يسمى بالكلاينت سيرفر موديل، نموذج الخادم والعميل. السيرفر هنا راح يكون هو الخادم او المخدم، هو الذي يعني عباره عن جهاز يحتوي على مجموعه من الريسورسز، الموارد، يتحكم بها ويوفر خدمه الى الاجهزه الاخرى. الاجهزه الاخرى اللي هي الكلاينتس، اللي هي الزبائن او العملاء، هذول هي اي جهاز موجود في اي موقع يحتاج الى خدمه معينه او الى ريسورسز، الى موارد، ممكن تكون ذاكره، معالجه، انبوت اوتبوت، بروسيسنج، ترانسميشن، كنترول الى اخره. كل هذه الامور يطلبها منين؟ من السيرفر. يعني الكلاينت هو الجهاز الذي يطلب الخدمه، والسيرفر هو الجهاز الذي يوفر الخدمه للاجهزه الاخرى. كمثال بسيط على الانظمه الموزعه، ممكن يكون عندك اي جهاز حاسوب مثلا سايت بي موجود في هذا الموقع اللي هو الموقع بي، يعني موقع شركه مثلا سميناه سايت بي، موجود في داخله حاسوب معين سميناه الكلاينت، هذا لانه يطلب خدمه معينه عن طريق شبكات الاتصالات كوميونيكيشنز او عن طريق الشبكات نتوركينج. طبعا هنا الكوميونيكيشنز والنتوركينج يعني بهذا المفهوم او هذا المصطلح راح يعني نقدر نقول انه هي متشابهه الى حد كبير. الفرق بيناتهم انه الكوميونيكيشنز يقصد بها الاتصالات بالطبقه الاولى والثانيه، النتوركينج يقصد بها الاتصالات الطبقه الاولى والثانيه والثالثه. راح نشوف بعد قليل شنو معنى الطبقات. هذا طبعا راح تقوم، هذا الكلاينت راح يقوم بطلب خدمه من السيرفر اللي هو ايضا ممكن يكون جهاز موجود في موقع اخر او ربما في نفس الموقع، ويحتوي على ريسورسز او موارد اضافيه كمعالجه او خزن او اتصالات او انبوت اوتبوت اقوى مما موجود في الكلاينت، فهذا راح يطلب من عنده خدمه. طبعا هنا أنا ممكن انه هذا حتى هذا السيرفر ممكن انه ما يحتوي على الريسورسز بنفسه، وانما يستطيع الوصول لها ايضا عن طريق الشبكه. هذا ممكن تكون هذه هي الريسورسز اللي هي الموارد التي يطلبها الكلاينت.
بس هو ما يعرف شو منين يجيبها، فيروح يتصل بالسيرفر والسيرفر هو اللي يجيب لها الموارد ويرجع لها. يعني ابسط مثال عليها هو الدي ان اس سيرفر، الدومين نيم سيستم سيرفر. بعض الاحيان احنا مثلا نكتب www.google.com بس احنا ما نعرف الاي بي الخاص بهذا الموقع، فوين راح نتصل؟ راح نتصل بالدي ان اس سيرفر اللي هو يعني راح يقوم بالاتصال بالدي ان اس يعني سيرفرز الاصليات او الروتس دي ان اس سيرفر، يجيب لنا الاي بي ادرس ويرجع لنا اياه، يقول لنا بانه يابا انت اللي تريده هو الاي بي ادرس كذا. فايضا راح يروح طبعا الكلاينت او البراوزر او المتصفح يعني في حواسيبنا الى الشبكه ويطلب الموقع بالاي بي مالته. هذا ابسط مثال على الكلاينت والسيرفر. بصوره عامه مثل ما ذكرنا ممكن تكون النودات العقد الموجوده في الشبكه على شكل كلاينت سيرفر او بير تو بير. بير تو بير معناته هم اثنيناتهم ممكن يكونوا كلاينت واثنيناتهم ممكن يكونوا سيرفر، يعني كل واحد منهم ممكن يقدم خدمه للاخر، او هايبريد يعني فتشي هجين ما بين الكلاينت سيرفر والبير تو بير. هذه كلها موجوده في شبكات اليوم. في التركيب اللي هو من نوع الكلاينت سيرفر، السيرفر طبعا راح يمتلك الموارد التي يطلبها الكلاينت مثل ما ذكرنا. في طريقه البير تو بير كل واحد من النودات يستطيع مشاركه المسؤوليه بشكل متساوي مع بقيه النودات، بحيث انه يستطيع ان يكون كلاينت في لحظه معينه ويستطيع ان يكون سيرفر في لحظات اخرى. يعني هنا أنا طبعا اغلب الاحيان مثلا البير تو بير ابسط مثال عليها هو مثلا الواي فاي دايركت او الاتصال عن طريق البلوتوث، عندما نقوم بربط جهازيا عن طريق البلوتوث او الواي فاي دايركت او غيرها، بحيث انه يقوم بتبادل الملفات فيما بينهم. فكل واحد منهم عندما يطلب ملف معين من الجهاز الاخر راح يكون هو كلاينت والجهاز الاخر هو سيرفر، عندما يقوم بارسال ملف الى الجهاز الاخر راح يكون هو سيرفر والجهاز الاخر هو الكلاينت، وهكذا يعني يتبادلون الادوار as client and server في نفس الوقت. الـ communication over network occurs through message passing. مثل ما ذكرنا سابقا الاتصالات اللي كانت موجودة في داخل الحاسوب الواحد اللي كنا نسميها inter-process communications، الاتصالات ما بين العمليات، أيضا كانت عن طريق نوعين، أما عن طريق الـ shared memory الذاكرة المشتركة أو عن طريق الـ message passing اللي هو تمرير الرسائل. هنا بما أنه إحنا قاعد نسولف على أنظمة هي من نوع loosely coupled يعني مرتبطة بشكل قليل أو خفيف لأنه متباعد عن بعضها البعض الآخر ومرتبطة فقط عن طريق الأسلاك أو الشبكات اللاسلكية، فهنا ما راح يكون عندنا أكو شيرد ميموري، راح يكون عندنا فقط قابلية المسج باسنج اللي هو تمرير الرسائل، بحيث أنه أنا كل ما أريد أتصل بجهاز آخر سواء كنت أنا الكلاينت هو السيرفر أو بالعكس راح أقوم بتمرير رسالة، إرسال رسالة إلى هذاك الطرف الجهاز الآخر ويعني انتظار الرد من عنده. All higher level functions of standalone systems can be expanded to encompass distributed system. كل الوظائف اللي تحدثنا عنها لنظم التشغيل في الفصول السابقة للأنظمة اللي هي standalone اللي قائمة بذاتها يمكن أن توسع إلى مستوى الأنظمة التي هي موزعة. نفس كل الوظائف السابقة اللي تحدثنا عنها synchronization, file system, management, memory, processing، كل هاي الأمور اللي حكينا عنها بالنسبة للنظام الواحد ممكن أنه توسع إلى مستوى الأنظمة الموزعة. هنا طبعاً reasons for distributed systems، ليش إحنا نحتاج أنه دائماً نسوي أنظمة موزعة؟ أولاً على مود نعمل عملية resource sharing مشاركة الموارد، لأنه أغلب الأحيان اليوم في عالم اليوم نحتاج حواسيب ضخمة وعملاقة وكبيرة تحتوي على معالجات قوية وذاكرة قوية لتقوم بإنجاز العمليات الرياضية والمنطقية المعقدة والكبيرة التي لا تستطيع حواسيبنا الشخصية أو نقالاتنا الهواتفنا الذكية إجراءها. فهنا أيضا نحتاج أنه نقوم بمشاركة الموارد أو مشاركة الملفات أو مشاركة قابلية الطباعة مثلا، بدل ما يكون عندك مع كل حاسبة طابعة متصلة بها ممكن يكون عندك في المكتب الواحد أو البناية الواحدة شبكة تربط الحاسبات كلها سوية إلى طابعة واحدة، فبالتالي أنت راح تقلل الوقت والجهد والأموال والكلفة وإلى آخره. ايضا معالجه البيانات بطريقه موزعه خصوصا في قواعد البيانات الموزعه، لانه احنا نشوف اليوم مثلا يعني قواعد بيانات الشركات الكبيره مثل جوجل وفيسبوك وابل وغيرها، هذه يعني او امازون، هذه كبيره جدا الى درجه انه لا يوجد بنايه واحده في العالم تستطيع استيعابها كلها، لا يوجد سيرفر واحد او داتا سنتر واحد يستطيع استيعابها كلها. فهنا نحتاج انه نقوم بتوزيعها في اماكن متعدده عن طريق يعني بطريقه الديستريبيوتد داتا بيس او البيج داتا او يعني التقنيات الاخرى من اجل الوصول لها ومعالجتها بشكل موزع. وهذا ايضا تحتاج من عندنا انه نعمل ديستريبيوتد سيستم، نظام يعني موزع ومتصل عن طريق الشبكه. يوزنج ريموت سبيشلايزد هاردوير، ايضا بعض الاحيان نحتاج انه نقوم باستدعاء هاردوير خاص وموجود في مكان بعيد يعني مو موجود يمنا ونقوم باستخدامه، خاصة بالنسبة للمعالجات الخاصة اللي هي مثلا الجرافيكال بروسيسنج يونتس او الجي بي يوز، هذا اللي هي مثلا اليوم تستخدم في التعدين للبلوك تشين او البيتكوين او تستخدم لحل المشاكل الرياضية والمنطقية المعقدة
خاصة فيما يخص الجرافيكس والكمبيوتر فيجن والإيمج بروسيسنج وغيرها من هذه الأمور. هذه أيضا يعني مو دائما تكون متوفرة في أجهزتنا الشخصية، فنحتاج أنه نوصلها عن طريق الشبكة في أجهزة أخرى ويعني نستعير خدماتها. الهدف الآخر من أهداف يعني بناء الأنظمة الموزعة أو الشبكات أو أنظمة الاتصالات بصورة عامة هو الكمبيوتيشنال سبيد أب، اللي هو تسريع الحسابات. بدل ما أنه نقوم بتنفيذ عملية معينة في حاسوب واحد، ممكن أنه نوزعها على عدة حواسيب أو عدة مواقع وكلهم يشتغلون سوية، يعني كونكرنتلي في نفس الوقت، بحيث أنه تعطينا نتائج بشكل أسرع وأفضل. اللود بالانسنج أيضا، موازنة الحمل، يعني مثلا احنا نعرف أنه اليوم مثلا أكو ملايين أو مليارات المستخدمين يستخدمون جوجل في أي لحظة. بدل ما أنه أنا أخلي جوجل موجود في سيرفر واحد ويجي مليار طلب أو مليون طلب في اللحظة الواحدة، أكيد راح يصير بي كراش، راح ينهار هذا الموقع. فبدل من ذلك نقوم بتوزيع خدمات جوجل على مجموعة كبيرة من السيرفرات، بحيث أنه نقوم بتوزيع الحمل أو توزيع اللود على هذه السيرفرات، بدل ما أنه تكون كل الطلبات لسيرفر واحد ويصير بعملية كراش، يصير أوفرلود، لا نخليه كلهن موزعة بشكل طبيعي ومنتظم على عدة سيرفرات، بحيث أنه كلهن راح يكونن أندر لود، يعني أقل من الحمل الكلي لها اللي هي قادر على إدارته. بالنسبه للريلايبيليتي ايضا، الوثوقيه او التاكد من تنفيذ العمليات، بعض الاحيان مثلا اذا كان عندك جهاز واحد وصار به خلل وانت طلبت من عنده خدمه معينه، ما راح تقدر تحصل هاي الخدمه، راح يصير عندك فيلير يعني. بس اذا عندك اربع اجهزه خمسه اجهزه متصله سويه، فاذا صار عندك عطل او خلل في جهاز معين، ممكن الاجهزه الاخرى هي التي تقوم مقامه وتقوم بتنفيذ العمليه، فبالتالي هنا احتماليه الخلل او الخطا او الفشل ستكون اقل بكثير. هنا طبعا الانظمه الموزعه راح تقوم بكشف ويعني حصول فشل معين وعمليه ريكفري، استرجاع يعني رجوع الى نقطه معينه او عمل في باك اب او غيرها، بحيث انه نستطيع يعني عمليه الري انتجريت، يعني نقوم باستكشاف الخطا ومعالجته، وفانكشن ترانسفير، نقوم بنقل الوظائف الخاصه بهذا الجهاز اللي هو عاطل حاليا الى الوظائف الاجهزه الاخرى من اجل تنفيذه لتسريع العمل وعدم ايقافه. وبعد ذلك عندما يكتمل تصليح هذا الجهاز او عمليه الريكفري، نقدر نسوي عمليه ري انتجريت، يعني اعاده تكامله مع الشبكه بعد ان كان فاشلا، يعني او بعد ما صار عنده عطل ورجعنا صلحناه مره اخرى. بالنسبه لانواع او هياكل الشبكات بصوره عامه، اللي هي اكو عندنا سابقا كانت عندك اللوكال ايريا نتورك، الوايد ايريا نتورك، المتروبوليتان ايريا نتورك، والكثير من التوزيعات الاخرى. في عالم اليوم يعني اصبحت الامور يعني شوي اكثر سهوله، يعني بداوا يقسموهم بشكل رئيسي الى لان وان فقط. الاي او تي هسه هذا انضاف لنا يعني صنف جديد. اللان اللي هي لوكال ايريا نتورك، الشبكات المحليه التي تغطي مساحه جغرافيه صغيره جدا. اي شبكتنا اللي موجوده في البيت نقدر نسميها لان. الشبكه اللي موجوده في الدائره او المؤسسه او الشركه نقدر نسميها لان. اذا كانت الشبكه تغطي مساحه جغرافيه كبيره، ممكن تكون مدينه او على مستوى بلد او على مستوى العالم كله، نقدر نسميها وان، اللي هي وايد ايريا نتورك، شبكه واسعه النطاق. وابرز مثال عليها هي شبكات الهواتف الخلويه، لانه تغطي مدن او بلدان كامله او تغطي العالم كله مثل شبكه الانترنت. اكو عندنا ايضا نوع جديد الى حد ما نقدر نسميه جديد، اللي هو شبكات انترنت الاشياء، انترنت اوف ثينكس، اللي هي شبكه من شبكه تتصل بالانترنت، والتي هي عباره عن شبكه لكل الاجهزه التي تتصل فيما بعضها البعض الاخر وتقوم بتبادل البيانات ومعالجتها. ممكن تكون سنسرز، اكتويترز، موتورز، سمارت فونز، سمارت هومز، سمارت بيلدينجز الى اخره. هذه كلها تسمى انترنت الاشياء او انترنت اوف ثينكس، وتكون جزء من شبكه خاصه بهذا النوع. بالنسبه لللان ستراكشر، يعني هيكل شبكات اللوكال ايريا نتورك او الشبكات المحليه، عاده تتكون من مجموعه من الحواسيب. ممكن تكون ورك ستيشن، اللي هي يعني اجهزه ذات مواصفات اعلى بقليل من اجهزه الحاسوب الشخصي. ممكن تكون لابتوب، يعني اللابتوبات الشخصيه، اجهزه نقاله. ممكن تكون مجموعه اجهزه خارجيه مثل الطابعات او يعني اجهزه الخزن المرفقه بالشبكه. ممكن تكون ايضا تتكون من راوترات توفر لنا الوصول الى الشبكات الاخرى. الراوتر اللي هو يعني جهاز موجه، اللي وظيفته هو ربط شبكات مختلفه مع بعضها البعض الاخر. اغلب انواع اللان تتصل عن طريق البروتوكولات او يعني الستاندرات، اللي هي اما ايثرنت او واي فاي. الايثرنت اللي هو للربط السلكي، والواي فاي للربط اللاسلكي، هي اكثر الطرق التي يعني تستخدم لربط شبكات اللان او اللوكال ايريا نتورك مع بعضها البعض الاخر. بالنسبه للايثرنت يعني كستاندرد، كمعيار قياسي دولي متفق عليه، تم تعريفه ضمن الاي تربل اي، اللي هي يعني مؤسسه يعني الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيك انجينيرز، يعني المنظمه الدوليه لمهندسي الكهرباء والالكترونيك، وضعت هذا الستاندرد اللي اسمه 802.3
لكي يحدد السرعات المستخدمة والترددات وغيرها من الأمور الأخرى، نوعية الأسلاك، نوعية الروابط، نوعية كيفية تبادل البيانات فيما بينها، كل هذه موجودة ضمن الستاندرد. وعادة تقدر تحقق أن سرعة تصل من 10 ميجابت بالثانية إلى 10 جيجابت بالثانية، هذه موجودة اليوم يعني تقريبا. الواي فاي اللي هو أيضا كستاندرد تم وضعه من قبل الاي تربل اي، سميناه 802.11 بتفرعات المختلفة، أكو اي بي جي اي اكس اي جي إلى آخره، اي واي، كثير من الأرقام أو الأسماء أو الحروف موجودة بعد ال 11. هذا أيضا يدعم لك سرعات تصل من 11 ميجابت بالثانية إلى 400 ميجابت بالثانية، وهذا أيضا السرعة يعني سنترال فيو 18 كانت هذا الكلام، اليوم أصلا أيضا يعني قدرنا نوصل إلى الجيجابت بالثانية أو أكثر. كلا الستاندرات موجودة وكونستانتلي إيفولفينج، كلاهما يعني يتطوران بشكل مستمر ومتسارع جدا. يعني مثلا الإيثرنت اليوم يعني قدرنا نوصل إلى 10 جيجابت بير سكند أو أكثر. بالنسبة للواي فاي أيضا أكو عندنا اليوم طلعنا الواي فاي 6 اللي بدأ يدعم سرعات تصل إلى أكثر من 1 جيجابت بير سكند. فالتطور مستمر بالنسبة لهذه الستاندرات. هنا عندك فد مثال بسيط على الستركتشر الخاص بلوكال ايريا نتورك، شبكة محلية، لابتوبات، أجهزة نقالة، طبعا هذا كله تتصل بالوايرلس اكسس بوينت اللي هو أغلبها يعني أغلبكم تعرفوها، هذه الروترات المنزلية اللي هي متصلة بالشبكة بسلك من جهة وتقوم بالبث لبقية الأجهزة بشكل لاسلكي. ممكن يكون عندك تابلت، نقال، لابتوب، أي شيء يتصل بها. الراوتر المنزلي ايضا ممكن يتصل بسيرفر، ممكن يتصل بداتا سنتر، ممكن يتصل بطابعه، اجهزه خزن الى اخره، وهذا طبعا بدوره ممكن يتصل بالوان لينك. الوان طبعا هذا اللي هو ممكن يكون يعني مايكرويف بوينت تو بوينت، او ممكن يكون ساتلايت كونكشن، ممكن يكون فايبر اوبتيك الى اخره. احنا اللي يهمنا هذا هذه هي حدود اللان اللي ممكن تكون مثل ما ذكرنا على مستوى بيت او بنايه او مكتب او شركه. بعد ذلك هذا راوترنا اللي يربطنا بالشبكة الخارجية، هاي هنا من هنا تبدأ الحدود الخاصة بألوان الوايد اير نتورك. هذا أيضا يعني فالشيء مهم معرفته أنه أين تنتهي حدود اللان وأين تبدأ حدود الوان. بالنسبة للوان ستركتشر وبقية الأجزاء الخاصة بهذا الكورس إن شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. تحياتنا للجميع، شكرا جزيلا ومع السلامة.